هي عند السنة تحديدا. نعم، حدثني عن هذا الكلام. أنا تكلمت عن المهدي عند الرافضة. إيه؟ وتكلمنا عن الزيدية. أي نعم، المهدي عند الرافضة طبعا هي خرافة وأسطورة، وقد توفي الإمام الحادي عشر الحسن العسكري بسامراء رحمة الله عليه ولم يكن له ولد، فاخترع الشيعة المعاصرون له خرافة المهدي وأن له ولد ودخل في السرداب في سامراء وأنه إلى آخره، وأن سيخرج آخر الزمان، ووضعوا الأحاديث مجلدات ضخمة عن عصر الظهور وفي عن الغيبة وعن نعم. أهل السنة سلمك الله تسرب إلى دواوين أهل السنة، بعض دواوين أهل السنة شيء من هذا، وعندنا من أهل السنة من يعتقد أن أحاديث المهدي اللي وردت أنها عندنا المهدي أهل السنة أنها متواترة وأنها من مسائل العقائد وأن أكثرها صحيحة وأنها صريحة، والذي أريد أن أؤكد عليه أنها ليست من قضايا العقائد، فلم يذكرها عالم واحد من العلماء اللي كتبوا في العقائد، لا شيخ الإسلام بن تيمية ولا الطحاوي ولا غيره. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، ليست متواترة، فيها أحاديث كثيرة موضوعة وأحاديث كثيرة ضعيفة واهية، وما والأحاديث التي حكم بصحتها من بعض أهل العلم لا تسلم من العلل، ففيها أحاديث فيها شذوذ حتى في السنن. في السنن في مسند أحمد وردت أحاديث فيها شذوذ وأحاديث فيها نكارة وليست بصحيحة ولا يحكم بصحتها. لا يكاد يسلم من أحاديث المهدي اللي وردت في المهدي يمكن ثلاثة أحاديث تسلم من النقد، أو أربعة أحاديث. تريد إنكار المهدي؟ لا، أنا ما أنكر المهدي، لا أنا القضية عندي سلمك الله أن موضوع المهدي بنينا قصور من الوهم، قصر من الأوهام على أحاديث أكثرها ضعيف وأكثرها واهية وأكثرها. كانك تقول إحنا تأثرنا بالشيعة وصار يعني موضوع قيمة المهدي عند الشيعة تحولت إلى السنة؟ إن كنت تريد أن أفصل في الموضوع، يعني ما معي وقت التفصيل صراحة، بس أعطني. أول شيء، هو سلمك الله كان هنالك صراع في فترة تاريخية في القرن الثاني بين العباسيين وبين العلويين، وكان هنالك صراع بين الأمويين، ووضعت أحاديث الرايات السود التي تأتي من قبل خراسان، هذا وضعها أناس قريبين من العباسيين، ثم وضعت أحاديث. أنا أذكر لك بس طبعا في الحديث في المهدي، الحديث في حديثين ثلاثة صحيحة لكنها ليست صريحة، يتكلم فيها حديث عن ابن عباس وفي حديث عن علي رضي الله عنه، و هذه الأحاديث صحيحة السند لكنها ليست صريحة. رجل من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم اسمه مثل اسمه، لا كل رواية في اسمه مثل اسمي صحيحة، لكن اسمه مثل اسم أبيه مثل اسم أبي منكرة، ويخرج آخر الزمان ويقيم الأرض عدلا. خلني أذكر لك الكلام، يعني أنت تشكك فيه ولا كيف؟ وش الرواية اللي وش أو الصيغة اللي أنت تقول إنه هذه هي المتفق عليها والباقي مشكوك فيه؟ اللي سلمك الله، الأحاديث اللي سلمت على قلتها إيه؟ ليست صريحة، هي صحيحة لكنها ليست صريحة، يعني فيه رجل من آل البيت واسمه مثل اسم النبي صلى الله عليه وسلم فقط، يملأ الأرض عدلا. طيب، ولا هي ليست من، وانت تقول له ما هي من الامور العقائد اصلا. وضع يعني لو انسان، خليني اعطيك اياها بصيغه ثانيه، لو الانسان انكر المهدي يكفر؟ لا 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 ما يكفر. لا ما يكفر ولا شيء، ولا حديث المهدي اكثرها ضعيفه وواهية. انت تتهون من هذا الموضوع وفيه لا 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 ما هو من امور العقائد. وأذكر لك وش هذا. احد سلمك الله نقاد الحديث وهو الشيخ سليمان العلوان حفظه الله، وش يقول الشيخ سليمان العلوان؟ يقول حديث يصلحه الله في ليلة عند أبي داود رواية منكرة، كل رواية أنه يخرج من المدينة كلها معلولة ولا يصح في ذلك شيء، كل رواية وردت أنه يبايع له بين الركن والمقام كلها منكرة ولا صح من ذلك شيء، كل رواية وردت أن المهدي يلتقي بعيسى كلها منكرة ولا صح من ذلك شيء، واسم المهدي لم يرد في حديث صحيح.
اسم المهدي. وهذا حطينا سيناريو أنه يصلي خلف عيسى بن مريم، وأنه وهذا ما ثبت، ويفتح القسطنطينية. يقول الشيخ سليمان العلوان تتبع هذه الأحاديث وهو من نقاد الحديث الأفذاذ، الشيخ سليمان يقول منكرة الرواية، منكرة ضعيفة ما يحتج بها. طيب وش يحتج به؟ يحتج بثلاث روايات أو أربع. ولذلك أنا هذه الأحاديث اللي صححها بعض أهل العلم أنا ما أرى فيها يعني دليل صريح. فكون أن سلمك الله من ذرية الحسن بن علي ما صح في ذلك شيء. وعندنا أهل البيت قد يكون من آل عقيل، طيب قد يكون من آل جعفر، قد يكون من آل العباس. بعض العلماء يقولون أهل البيت المقصود بهم المؤمنين من أمة محمد، ثم بعدين احنا ما طلب منا ننتظر مهدي. طيب وبعدين ظهر مهدي، فتحت في باب لنقاش طويل، وهذا موضوع انا اؤمن بموضوع المهدي وان فيه رجل يخرج من أمة انت محمد. تؤمن بموضوع المهدي ورجل سوف يخرج في آخر الزمان، لكن هذا الأمر ليس من أمور العقيدة ولا يترتب عليه حكم ولا اعتبار. وكثير من الأشياء التي وردتنا اليوم منكرة الروايات، وتأثرنا في الأمر الثاني أن الإمام البخاري إمام المحدثين. أيوة. أعرض عن كل أحاديث المهدي. الإمام مسلم أعرض عن كل أحاديث المهدي. يجي أحد يقول ليس كل صحيح يوجد في البخاري، بعد أقول البخاري طيب. لا يمكن إلا هل أن واضح. هل أنت هل تريد أن تقول أنه المهدي أسطورة بس ما تجرؤ على هذا الكلام؟ ما أقول أنه أسطورة، لا أقول أن ممكن يخرج رجل من أمة محمد بس الأمر ومن أهل البيت، وممكن أنه خرج أيضا. ممكن خرج في عندنا سلمك الله. طيب يعني ما هو بشرط انه يخرج في اخر الزمان. طيب صلاح الدين ما هو بمهدي؟ مهدي ما هو بشرط. وبعدين فيه قول لاهل العلم ان المؤمنين بمحمد والمتقين اهل بيته. اذا الان في ناس حصروه في ذريه الحسن بس ما في دليل. طيب ولا فيه دليل سلمك الله انه. طيب انا اريد ان استفيد اكثر من الوقت. الفكره تستحق النقاش وتستحق حلقات الحقيقه. نعم. وفكره مهمه ولها اثار على العالم الإسلامي وحتى يعني بشقي السني والملاهي. سأشير إلى من فيه علماء أفذاذ كبار لهم موقف من موضوع المهدي. في سلمك الله الإمام العلامة رشيد رضا ينكر حديث المهدي ويرفضها، وعندك الإمام ابن خلدون، وعندك اتضحت فكرة عبد الله ابن زيد المحمود القاضي قطر لك كتاب لا مهدي ينتظر بعد خير البشر. أما أنا فإن الأحاديث اللي وردت في المهدي الصحيحة اللي أتقول لنا ثلاثة وإنها ليست متواترة وليست صريحة، واضحة الفكرة.